والنهارده هنقدم مع بعض وصفه حلوه جدا وجميله وهشه وطعمها تحفه، وهي بسكوت الليمون. بسكوت الليمون من الحاجات الجميله جدا المميزه اللي الكل بيحبها. يلا نسمي الله ونشوف ما قدرنا. هنحتاج حوالي 250 جرام من النشا، ومعلقه من الدقيق، ومعلقتين كبار من السكر البودر، ومعايا كمان معلقتين كبار من الليمون، ومعايا معلقتين كبار من عصير الليمون، ومعلقه صغيره من بشر الليمون او البرتقال، ومعايا 125 جرام من الزبده وفانيليا. وللحشوه بتاعتنا مربه مشمش او اي نوع مربه تحبيه، واي شوكولاته خاصه بالدهن. دي كل المقادير بتاعتنا، وطبعا معانا بيضه واحده. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه هضيف الزبده اللي بدرجه حراره المطبخ، وهضيف عليها السكر البودر، هبتدي انزل كده الزبده من على الجوانب علشان كلها تتضرب كويس جدا. انا عايزه لونها يبقى فاتح، وهبتدي اضيف البيضه مع الفانيليا مع بشر البرتقال او الليمون وعصير الليمون. اضيف البيضه مع بشر الليمون، بيديها طعم حلو قوي، بيدي البسكوت طعم جميل ومنعش جدا، والفانيليا وعصير الليمون. كده خلاص العجينه بتاعتي جهزت. بصوا ملمسها تحفه، بصوا الملمس ده، الملمس اللي انا عايزاه. النشا هتخليه طعمه تحفه، وكده هيكون كده بيتقطن بسهوله وطعمه تحفه. هنحطه في بوله ونخليه يستريح في الثلاجه حوالي نص ساعه. الليمون كمان مديله لون تحفه وريحه روعه. هغلفه كده بستريتش واخليه في الثلاجه لمده نص ساعه ونشتغل فيه مع بعض. وبعد مرور نص ساعه خرجناه من الثلاجه، هنبتدي بقى نشكله مع بعض. انا هبتدي كده اعمل كور صغيره قوي، يعني الحجم ده حسب ما انت تحبي، بس انا بحب الحجم صغير، تبقى الحجميه كده يا حجم البسكوته صغير كده، بيبقى جميله بتدوب في البق على طول بدون ما تتقطم. هعمل كور بالشكل ده. وخلصنا كل المقدار بالشكل ده، عملناه بحجم الكور الصغيره بحجم الليمونه الصغيره. انا بعمل كده ليه؟ علشان هحط حشوه جوه البسكوت بعد ما يستوي. خلصت كل الكميه بالشكل ده. انا مجهزه الفرن على 180، البسكوت بالظبط هياخد معايا حوالي 20 دقيقه على الرف الوسط على الشبكه، ولما يخرج هنعمل له الحشوه. بصوا عملت له فتحات بالشكل ده، هدخله الفرن ونرجع مع بعض. وهنا البسكوت خلاص برد وخرجناه من الفرن، هنبتدي نحط له الحشوه مع بعض. اي شوكليت عندك، دي شوكولاته سايحه عاديه، ممكن نعملها بالمعلقه او بكيس حلواني بالشكل ده، او اي كيس عندك. التزيين ده اختياري جدا حسب ما انت تحبي. هحط هنا جزء من مربة المشمش. طلع لنا طبق بسكوت تحفه، حبيت طعمه روعه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، واللي تعجبه الوصفه ما ينساش يعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.